عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا تش نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. وخبرنا النهارده بيتكلم عن حفل زفاف الجميل اللي يعني الناس لما عملته وقيمته على مواقع التواصل الاجتماعي خد افضل عرس في الجزائر في عام 2024، هو فرح المؤثرة الجزائرية الجميلة سلمى. وتعالوا بينا نشوف رأسها القبائلي وكمان غناها مع منال ولقطات كتيرة جدا جدا جميلة في الفرح الجميل ده. من اطول الافراح، قعد لحد الساعة 6:10 الصبح، يعني قالوا ان في الجزائر مفيش افراح بتقعد لحد الوقت ده. كمان مميز لزوجها سامي، ايه طبعا يعني اكتر الصور في الفرح مش جايباه، لكن في صوره واضحه معانا. ربنا يوفقها يا رب ويسعدها ويوفق حضراتكم اجمعين ويرزق كل بنت بالزوج الصالح، اللهم امين. اشوف حضراتكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.